السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everyone. اليوم إن شاء الله سنخصص هذا الفيديو لدرس التواصل communication، ومن خلال المحادثة سنحاول أن نتعلم العديد من الأشياء التي تتعلق بال expressions, vocabulary, grammar and pronunciation. إذن سنحاول أن نتعلم مجموعة من العبارات المهمة وكذلك مفردات أساسية في اللغة الإنجليزية، وسنتعرف على بعض القواعد، وثم سنتعلم كيف ننطق بعض الكلمات. Let's learn something new. هيا لنتعلم شيئا جديد. سنحاول أن نتعلم مجموعة من الأشياء من خلال هذه المحاضرة، ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر بشعار القناة الذي هو willingness الرغبة، challenge التحدي وتحدي الصعاب لكي نتعلم اللغة الإنجليزية، ثم practice الممارسة أن نمارس ما نتعلمه. إذن كما تلاحظون هذه هي المحادثة، وكما أقول دائما أحسن طريقة لتعلم النطق هو الاستماع الجيد، لهذا سنستمع أولا ثم سنشرح هذه المحادثة. لنستمع. Hello? Hello? Is this Emma? No, it isn't. I'll get her. Hello, this is Emma. Hi, Emma. It's Miguel. Listen, there's a party at my house on Saturday. Can you come? Oh, sorry, Miguel. I can't. It's my sister's wedding. Oh, that's okay. Maybe next time. Bye. Bye. إذن كما لاحظتم هذه محادثة هاتفية. لدينا هنا سارة تقول hello وهي تجيب عن الهاتف، ثم ميغيل say hello is this Emma ويسأل هل هذه Emma is this Emma. إذن ممكن أن نستعمل هذه العبارة لنسأل عن شخص ما. Is this خالد؟ Is this Sarah؟ Is this Emma؟ and so on. سارة no it isn't. وهنا يجب أن نلفت انتباه هنا لشيء مهم جدا. في المحادثة غالبا هناك بعض الأشياء التي لا تحترم القواعد. مثلا هنا هو يسأل عن إيما، ومن الطبيعي ومن المفروض أن تكون she isn't وليست it isn't، ولكن في المحادثة الهاتفية هذا مقبول، أوكي؟ نوعاً ما. It isn't يعني ليست هي، أوكي؟ إذن هنا لا نقول she isn't بل نقول it isn't يعني ليست Emma، أوكي؟ هنا لدينا عبارة I'll get her، وكما شرحنا في السابق I'll تعني سوف، وهذه العبارة كلها تعني I'll get her سأنادي عليها، okay؟ I'll get her أو سأجدها. هنا تأتي إيما وتقول Hello, this is Emma. أهلا، هذه إيما. This is. هذه. This is Emma. يجيب ميغيل Hi Emma, it's Miguel. وهنا كذلك لا نقول he is بل نقول it's Miguel، هذا Miguel، أوكي؟ إذا كما قلنا في السابق ممكن أن نقول this is Emma أو نقول it's Miguel or it's Emma، وهذه مقبولة نوعا ما في المحادثة، أوكي؟ لأن it في العادة تشير إلى الغير العاقل أو الحيوان، ولكن هنا نقبلها it's Miguel، okay. listen ولسن هنا من طبيعة الحال تعني استمع، ولكن listen هنا للفت انتباه اسمع. There is a party at my house. There is or there's هنا تصغير. There's a party at my house. هناك there's a party حفلة. A party تعني حفلة.
at my house. وهنا at تعني في. At my house في منزلي on Saturday. On كما قلنا يوم السبت on Saturday. ونستعمل on قبل الأيام لتعني يوم الأحد يوم السبت and so on. Okay. On Saturday, on Friday and so on. Can you come? هل يمكنك أن تأتي? Can you come? Okay. إذن هذه عبارة ممكن أن نطلب شخص ما لكي يأتي نقول Can you come? Okay. Oh, sorry, Miguel. وهنا تعتذر إيما. Oh, sorry, Miguel. Oh, أنا آسفة, Miguel. I can't. هذه العبارة تعني لا أستطيع. I can't. لا أستطيع. It's my sister's wedding. Wedding حفل زفاف. Okay. أو عرس. It's my sister's wedding. وهنا أضفنا apostrophe ثم S. يعني هذا حفل زفاف أختي. My sister's wedding. Miguel. Oh, that's okay. حسنا. لا بأس. That's okay. لا بأس. Maybe next time. وهذه عبارة كذلك مهمة. Maybe ربما. Next time في المرة القادمة. Maybe next time. Bye وداعا. Bye وداعا. Okay. إذن كما لاحظتم كذلك هنا لدينا عبارات بسيطة ومع ذلك استطعنا أن نتواصل بطريقة مثالية. وحتى نتمرن أكثر على هذه المحادثة سنعيد الاستماع مرة أخرى لنستمع. Hello. Hello. Is this Emma? No, it isn't. I'll get her. Hello. This is Emma. Hi, Emma. It's Miguel. Listen. There's a party at my house on Saturday. Can you come? Oh, sorry, Miguel. I can't. It's my sister's wedding. Oh, that's okay. Maybe next time. Bye. Bye. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيراً من خلال هذا الدرس. وأضرب لكم موعداً آخر في درس قادم إن شاء الله. وإلى ذلك من حين أستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت تزور القناة لأول مرة قم بالاشتراك الآن بالضغط على زر سبسكرايب ولا تنسى أن تفعل الجرس حتى تتوصل بالجديد فور نزولي. كما يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة.